متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم من جديد في طرائف كرة القدم المغربية مرة أخرى، ودائما نلتقي مع السي محمد شروق. سي محمد شروق مرحبا بك. شكرا سي بوستا. طرفة اليوم تتعلق بلاعب الهدف ديالو أهل المنتخب المغربي إلى مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية. تمكن الغريسي برأسية رائعة من تسجيل الهدف الوحيد ضد الفريق الغاني أو المنتخب الغاني. شروق، شنو قصة الغريسي؟ الفريق الزامبي، عفوا الفريق الزامبي. وهذه الحكاية قبل ما نوصلوا للطريفة تاع غاني، كان طريفة تاع الغريسي، كان منتخب الزامبي وقعت لي واحد الحادثة ياك. حادثة واحد الهدف كبير ديال العناصر ديال المنتخب الزامبي، وكنلقى واحد التضامن كبير في العالم، لدرجة حتى ذاك الطاقم التقني اللي كان كيشرف على منتخب الزامبي ضد المغرب من الدنمارك، يعني متطوعين وهذا. والغريب ان كالو شابواليا اللي كان العميد ديال فريق الزامبي كان فلت، ما كانش سافر معاهم في هذيك السفريه اللي كانت تحطمت فيها الطائره. هذا حدث مؤلم كان زاد الساعة الرياضة في على المستوى العالمي. المهم نرجعوا لقصة الغريسي والطريفة ديالو مع البوليس في أمريكا. الغريسي بعدا هو اللي سجل الهدف ديال التأهيل المونديال 94 في أمريكا، وكان من بعد كان جا للراجا، وكان وقعوا لي مشاكل مع الراجا، وما كانش كومبيتيتيف، يعني ما كانش تنافسية، وما كانش، وكان المدرب بليندا ما كانش غادي ينادي عليه، ولكن المرحوم الملك الحسن الثاني هو اللي كان دخل باش يتنادى عليه ويمشي مع المنتخب، وما دخلش، ما لعب حتى شي مباراه. غير هو قبل الطريفه اللي وقعت للغريسي في المطار ديال اورلاندو في امريكا، كان المنتخب مشى لفرنسا ومن فرنسا مشى لامريكا. ادور ملي وصل المنتخب للمطار كتعرف اجراءات مشدده كما جميع المطارات، ولكن امريكا معروفه في التشديد في اجراءات جمركيه والدخول ديال هذا. فدوك الكلاب البوليسيه جاو غير دوك السكان ديال الغريسي، و يعني كاين شي حاجه تما، الور جاو دخل البوليس، جاو على الفرقه، وداك الشيء الارت وهذا، وشكون مولا هادي جابو دخلوا لواحد المكتب، والعناصر ديال المنتخب والطاقم الاداري وهذا كلشي تيقولوا زعما الغريسي راه ما يمكنش يدير شي حاجه اللي يجيب مع شي حاجه اللي غير قانونيه. فملي دخلوا مع المكتب ديالو بداو كيبداو يحلوا، كيلقاو الحوايج ديالو واحد ثلاثه الصبابط، ودوك الصبابط شنو معاهم؟ معاهم واحد السراج كحل واحد الشيطه كحل ستك السراج. وملي شموه دوك الكلاب البوليسيه، هما اللي داروا ديك لاليرت ديال هذا، وفي الاخر يعني امور مشات عاديه. وغير الغريسي للاسف راه ما لعبش، ما لعب هذوك المباريات الثلاثه، ما دخلش. لانه تحيه سي عبد السلام الغريسي. عبد السلام الغريسي كان واحد من قلب الهجوم الخطيرين في البطوله المغربيه، كان مع الجيش الملكي دار مقابلات كبيره، وحتى مع الرجاء، واخا كان عنده ذاك المشكل مع المدرب ما كانش يدخل مره، ولكن كان دوز شي مقابلات مزيانه. كيبقى من ذوك التسعودات، كنقول لك التسعودات ديال فراس والعربي وبالحيوان وواحد العدد. ما يمكنش تذكر التسعودات بلا ما تذكرش الغريسي. لا في التسعينات يعني قلب الهجوم في التسعينات الغريسي حاضر بقوه. شكرا سي شروق، شكرا متتبعي قناة أنفاس بريس، وإلى لقاء وطريفة أخرى إن شاء الله.